السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بفيديو جديد. طبعا جبت هذه المكونات مثل ما تشوفون، راح أسوي خلطة علف للأرانب، لأن قلت لكم قبل ما عندنا بالموصل أعلاف للأرانب، ماكو علف مخصص للأرانب نهائيا بالموصل، فهذا علف دجاج. طبعا هذا يحتوي على بروتين وشغلات بروتينات وكذا. هذا علف دجاج رقم 3. هذا الدخن اللي ياكلوه طيور الزيبرا، هم ياكلوا الارانب. وشوفان، هذا شوفان، وهذا الحب الاسود، وعندي هذا مكمل غذائي، يعني بيه فيتامينات وشغلات مكمل غذائي. هذا ابن عمي طانية، راح اخلطه مع هذه الشغلات. هذول راح افرغهم كلهم حاليا واخلطهم، واخلط شوية من المكمل الغذائي معهم. وهذا دود، طبعا هذا جبته له البلبل. خلي حاليا نخلط هذه المكونات ونسوي العلف. ازدحام حاليا، خلي احط اكل لهذول الطيور. طبعا هذول الزيبرا شوفوا بدأوا يسوون عشب هذا المكان، يلمون عشب. لما اخلي عشب للارانب ياخذون يجمعون بهذا المكان، راح يسوون عشب هذا المكان. بس شنو المشكله؟ عندهم هذا الصغير دمروه دمار، يعني نتفو نتف. اخذته البارحه بالبيت، بس المشكله يخاف، يعني ما يفتح حلقه حتى ياكل. راح انزله واشوفكم ايش صاير بيه، خطيه مبهدلين. ويعني راقبتهم شفت انه امه وابوه اثنينهم مرات ينتفون ونتف. يعني خليني انزله واشوفكم ايش صاير بيه. طبعا مثل ما تشوفون حتى اكو جروح بظهره، والريش كله منتوف من ظهره. يعني هاي يومين راقبتهم شفت انه هم اللي عيأذوه، اذا تشوفون الرقبه ماله. يعني المشكلة أخذه بالبيت بس يخاف ما يأكل، فأخاف لا يموت، يعني يبقى يجوع يموت. مرات أطعمه غصب، يعني بالقوة أفتح حلقه يعني وأخليه بداخل حلقه. هذه الخلطة اللي أنطيها للبلبل. أما إذا أخليه بهذا المكان يعني مرات يلحق أمه وأبوه، يبقى يصرخ 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 ما يديروا له بال، يعني مش قد ما يبقى يصرخ ما يديروا له بال ولا كأنه موجود يمهم. طبعا بعد ما رتبت لهم مكان للأكل، إن شاء الله راح أرتب لهم بالأسبوع الجاي مكان مخصص اخلي لهم اكل بيه. بس بهذا المكان الارانب ما يصلون، فالاكل مالهم يبقى يعني محافظ عليه بهذا المكان. وهذا جبت الدود، هذا طبعا هذا الدود يكون لين ناعس، يعني حتى البلبل اللي انا صغير تعرفون اللي طعمه
وطبعا جبت هذا، هذا راح اخلي بيه اصوات مال البلبل، اسمع البلبل كل يوم. فراح اسمع البلبل كل يوم اصوات حتى يتعلم يقرا، ووقت اللي ما احتاجه ممكن اخلي بيه سورة البقرة او قرآن اقدر اشغله داخل المحمية مال الارانب، تعرفون من العين وما شابه. يعني شفتوا بالايام اللي راحت ايش قد ما تعدنا ارانب، فان شاء الله هم راح اشغل لهم قرآن، ومرات هم اسمع البلبل بيه. هذول تعودوا على المكان طبعا، بالبداية كانوا يخافون، حاليا يمشون مع باقي الارانب وياكلون مع الارانب، شوية بطلوا يخافون. وعندي الانجورا مثل ما تشوفون، طبعا مرات شوية يصير افرازات بعينها بس الورم عيخف، يعني اكو تحسن ملحوظ عن قبل. كانت عينها صايرة تقريبا باللون الابيض يعني العين كلها، حاليا بدأ يرجع السواد مال العين، وبدأ ان شاء الله تتحسن، كم يوم ان شاء الله وترجع مثل قبل. وعندي صغار الارنب الصفرة صار عمرهم اليوم 11 يوم، هذول مثل ما تشوفوهم، هذا نايم، هذول اثنين بعد واحد، شوفوا هذا وين فهيت، مفتوحة عيونهم مثل ما تشوفون. مثل ما تعرفون بعمر 10 ايام تنفتح عيونهم، فهم اليوم عمرهم 11 يوم. هذول الاربعة اخر ما تبقى، لين بالعيد ماتوا اثنين، هي ترضع يعني بس هم ظاهر ضعاف يعني ما كانوا راضعين. وشوفوا حجم هذا، شوفوا حجم هذا، مرات يعني يطلعون ارانب كبار يرضعون بسرعة وياخذون حصة البقية، فاللي ضعيف يكون وما نشط ممكن يموت. هذول باقي الارانب. عندي هذه الارنبة حامل طلعت، هذه اللي جبتها اخر شيء، هي ومعها فحل فرنسي هذا، هذول الزوج جبتهم اخر شيء، كان شخص مشتريهم يعني ودز لي اياهم، هم وصغارهم، هذول صغارهم. فهذه حامل اتوقع اسبوع او اكثر ان شاء الله راح تلد. هذول السمان، كل مره اريد اكمل البيت مالهم بس يصير عندي شغل فاجل البيت مالهم، بس ان شاء الله الاسبوع الجاي يعني ضروري ضروري اكمل البيت مالهم. هذول عيافلون مثل ما تشوفون، والزيبرا بدوا يبنون عشب هذا المكان، راح اخلي لهم عشب حتى ياخذون بعد عشب يكملون هذا العشب. طبعا مثل ما قلت لكم بالفيديو السابق كانوا يلمون عشب هذا المكان، اليوم هم لاحظت يلمون بهذا المكان، بس كل ما يخلون عشب يقع، فحولوا على هذاك المكان، راح اخلي لهم بيوت بعد اكثر ان شاء الله. طبعا انا شايل هذا الصغير، اذا تلاحظون حاليا لو انتظر شوية راح يجون ينتفون من عنده ريش ويأذوه. يعني اليوم صورت لقطة شلون كان ابوه ينتف من عنده ريش، راح تطلع اللقطة شوفوها. فراح اخذه داخل البيت ولازم يوميا اطعمه اجباري، يعني هو ما يفتح حلقه لازم افتح حلقه بالقوة واطعمه اجباري الى ان بلكي يتعود ياكل من ايدي، بس يكبر يعتمد على نفسه وبعدين ارجعه داخل المحمية. طبعا قبل فترة استخدمت هذا العلاج للجرب، فهذا العلاج اذا صار عند احد يعني وحاب يستخدمه لازم تستخدمه بحذر، لان هذا قوي بشكل قوي. يعني انا استخدمت هذه السرنجة لان هذه تقسم السي سي او الملي تقسمه 10 اقسام، حتى لما تحقن الارنب كمية قليلة تسيطر، ما مثل السرنجة الكبيرة يعني ما تسيطر على ربع سي سي او اقل مثلا ما تسيطر عليها، اما هذه لا تقسم لك السي سي 10 اقسام فتسيطر عليها. طبعا قبل كم يوم لاحظت عندهم اثار هذا العلاج، راح اشوفكم ايش صاير بيهم من اثر هذا العلاج، يعني بيه اثار جانبية. طبعا هو الحقن تحت الجلد الافضل يكون بهذا المكان، بس العلاج كان قوي بشكل، فلما حقنت ما كنت اسيطر على الارنب انه احقنه بهذا المكان، لان العلاج قوي ويأذيه بشكل. شوفوا هذه الصفرة، طبعا شفت بالبداية شفتها عبالي يعني ارنب عاضها او كذا، بعدين فحصت الارانب يعني اكثر الارانب عندهم نفس هذه، فعرفت انه هذه المكانات اللي حقنت بيها هذا الدواء اللي مضاد الجرب. فاذا تشوفون هذا مكان الحقنة يعني صاير كأنما مشتعل،
يعني ما بس هذه، الأرانب أكثرهم صاير بيهم هذه العلامة. يعني هذا الأرنب الثاني، هذه مثل ما تشوفون هذه مكان الحقنة. يعني الأرانب أكثريتهم صاير بيهم مثل الشعل. توقعت إنه الأرنب معضوض، بس بعدين من شفت كلهم بيهم نفس الشيء تأكدت إنه هذه مكانات اللي حقنت بيها تحت الجلد. كنت أرفع الجلد وأحقن تحت الجلد، فهذا من أثر العلاج. يعني هذا العلاج قوي بشكل، يعني قسم من الأرانب ممكن تضربهم كان الأرنب يصرخ، بس الحمد لله هو جاب نتيجة يعني فادهم. من جبته اللي انطاني قال لي كل 10 أيام ترجع تعيد عليهم، بس حاليا ما راح اعيد عليهم الا اذا شفت بدا الجرب يتفاعل مره ثانيه، بعدين ممكن انطي كميات اقل او ممكن اجيب مي مقطر يعني اخفف هذا العلاج شويه لينقوي بشكل، واحقنهم كميات قليله. طبعا عافوا كميه من الاكل، لان قبل شويه كانوا ياكلون خضروات وعندهم هذا الخبز اليابس، يعني ما جوعانين، بس راح يرجعون ياكلون بالليل، هذا كله راح ياكلوه، يعني الصبح ما يبقون شيء احتمال. وصلنا لنهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو اضغط لايك، وإذا ما كنت مشترك بالقناة اشترك، والسلام عليكم ورحمة الله.